بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نتكلموا شوية على لي سيغمون. سيغمون كاينين ثلاث أنواع تاع لي سيغمون. عندنا الفوقانية كاع سموها ستوب فو كيما نقولو بالعامية تاع النار كيما يعرفوها كاع الناس، ومن بعد تجي تاع لي طونشيتي وسطانية يعرفوها الناس بالعامية يقولوا تاع لا كومبريسيون، سموها تاع ديتونفيتي. الاسم العلمي يعني الاسم العلمي ولا الميكانيكي، وهذا اللي راه كلير. كيما رانا نشوفو هنا المصنع واش راه يقول. هنا نشوفو لا غورج تاع البيستون، تحط السيغما تاعك وتوزنها بالجوتكال اللي ريقلو به لي دوا كيلوميتر. راح يقول لك ديازال الماكسيموم لازم تكون 0.2 مليمتر ما تفوتش. اذا كان فاتت وحده كبيره على 0.2 معناها البيستو تاعك راه خاسر. اذر ماكس يقول لك 0.13 مليمتر. حنا يهمنا هذو تاع انسيساج دي تاع محرك 308 اللي رانا نعاودو له في ريفيزيون، قلنا خرجت تبياله 0.2 مليمتر. اذا كان فاتت يعني البيستو تاعك فست. اما فيما يخص طريقه التركيب، كي نجيو نشوفو السيغمون نلقوها مكتوبه هنا من فوق، مكتوبه هنايا توب سيكا. هذه الجهه تجي من فوق كما رانا نشوفو هنا، راه يوضح لنا تجي في الجهه العلويه. كي تحكم البيستو تاعك كيما هاك الكتيبه تجي اون فاس ليك، وهذه نفس الشيء. وراه يحكينا على لي رابلر، راه يورينا الطريقه تاع التركيب تاعها على البيستون. هذه فيها ثلاث اجزاء، الفتحات تاوع لي رابلر تجي وحده على اليمين وحده على اليسار، وتاع الرسور تجي في الوسط. اما فيما يخص لي شوميز، نحطو لي سيف متوانا بالطريقه هذه وسط الشوميزه، نحطوها شويه برك بالبيستون يعني باش تكون الوضعيه تاعها مليحه. تري بيان. ونشوفو هنا الفارغ هذا شحال كاين، ونوزنو بالجهد كيف كيف. الفارغ هذا ما لازمش يفوت 0.2 مليمتر. هذه تاع الكومبريسيون، وهذه ستوب فو. حتى حاره هنا نحطها بزاف فيها شويه. كما رانا نشوفو نفس الشيء، ما لازمش تفوت 0.2 مليمتر. حتى لي راكلير كيف كيف. اما فيما يخص التركيب، قلنا هذا تاع ستوب فو ولا تاع النار كما هو معروف بالعاميه، وعندنا هذا تاع لي طونشيتي ولا تاع لا كومبريسيون كما يعرفوه كاع الناس. على كل حال هم يجوش كيف كيف، يجي واحد خشين وواحد شويه رقيق عليه، هذا حتى واحد ما يركب في بلاصته. نبداو بتاع لي طونشيتي لي راكلير راني حطيتهم. الطريقه سهله، باش نضمنو بلي ما كسروهاش، خاصة تاع لا كومبريسيون ولا لا طونشيتي راهي سهلة التكسار.
بالطريقة هذه. ومن بعد جبدها شوية فوق أو دورها فوق البيستون. يعني طريقة سهلة ومضمونة، ما تخسرش السيجما تاعك، ولو أنه هذه شوية مقاومة للكسر المادة ماشي كيف كيف. بعد ما شفنا الطريقة تاع التركيب تاع السيجمون على البيستون، نشوفوا الطريقة تاع الربط تاعهم قبل ما نحطهم في الشوميز داخل البلوك. يقول لك جامي دير فتحة تاع سيجما مع لاكس ولا مع لاجيب. مصنعين شي يقول لك تقسم البيستون تاعك على ثلاث أجزاء، 120 درجة 120 درجة 120 درجة، ثلاث زوايا متساوية تاع كوب فو مع لي طونشيتي. ندولوهم بالجهة هذه، ندولو فتحة هنا اللاكس خلي هنا، ودير فتحة هنا وفتحة هنا كيما رانا شوف. يعني كي نقولو 120 درجة ماشي معناها علم دقيق تكون 120 درجة نيشان، مهما كان غادي تحرك يديك. واحدة نديروها هنا وواحدة نديروها هنا. كي نقولو ما ديرهاش اون فاس لاجيك معناها في وسطها. كي نجيو نحسبو بين هذه وهذه حوالي 120 درجة. أما الجهة المقابلة تاع بيستون تاع لاكس بيستون، نحطو فيها لي راكتر الرسول اللي قعدو النص، ونديرو فتحة هنا وفتحة هنا، ونفس الشيء نحاولو نحطو 120 درجة بين الفتحتين.